بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 16/1 2014. هذا ابو سامر. صباحك الله بالخير. يا هلا. نيوان الدواي. يا هلا فيك. نطلع الحين ان شاء الله باتجاه اخرين. حلو. راح نمر على دحل أبو الجرفان ودحل الفرية، راح نوقف عندهم ونصور. طبعا تقريبا الرحلة فيها 400 كيلو من الكويت هي، بس من العيرية فيها 350. والله يوفقني. مكان اسمه دحل الفري، شوف المكان مع بعض. سبحان الله المكان. شو حفرة داخل حفرة داخل حفرة داخل حفرة. هلا صورته. الربع سبحان الله. الحيوانات اللي تطيح تعيش تحت، يعني عادي في ذيابه تحت. سمعتك. ايه يلا ضبط شرحك واوي وكافي. يلا وان شاء الله بعده دحل أبو الجرفان اكبر شويه منه. اكبر من هذا؟ اي طبعا. هذا ترى في واحد هني الثاني هنا ما يندرى شنو نهايته. هذا علقم علقم مر ومدلقم. شو الحين بنروح دحل واي؟ يا هلا والله حسين صور. لا لا نازل من هنا احسن لك. كفو والله كفو يا معش ثيابه. زين لا يخافك فيك شيء، دير بالك ترى نفس سوبر ماريو دش تطلع عاد. وين هنا وقفنا عند الدحل الثاني. يقول هذا الشايب يقول هذا اسمه دحل او النخل. هناك ذاك الصوب عند الضلع هذاك اللي هناك. هذاك الضلع اللي يسمونه ابو الجرفان. وهذه المنطقه يعني مو هذا ابو الجرفان. لا هناك يقول هذه تحول فيها السياره، تنزل فيها السياره ودلالك وتقعد هناك يكشتون فيها. يقول اذا صار القيض تحت، يقول اذا صار القيض يكشتون فيها كشته كامله، يقعدون فيها ليلتين تحت يباتون فيها. اي يقول هواها ابرد من المكيف اللي هناك ما شاء الله. وينزل فيها يعني السياره تنزل فيها لتحت. الحين وصلنا حيضة خريم الساعه 2:30. ما شاء الله المكان وايد قوي. يلا وين الطربان ولد؟ قبل امشي عليك. ايش رايك؟ مكان قوي الصراحه. وايد قوي المكان، وايد حلو. كنا مصورنا السانس. حيل شوف الفيضة هني. ما شاء الله المنظر وايد قوي. ما شاء الله ما شاء الله. هنا الشباب قاعد يتشاورون وين راح ننصب الخيمة. هنا قاعد ننصب هذا الخيام. الخيمة الأولى 11 15. طقم بعد 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 يوصل للقاع بعد. بس يا بس بعد لا قاعد توصل. انا كشت اللي طاف دام في تصوير. ها علي ما راح يشتغل حق التصوير. هو شوف البلد كان قاعده. لا ترى خلاص الحين امون عليها والله. يعني طقه وانا قاعد اسولف. خلاص وخر راس ابو شاهين. وخر والله والله كانت قريبه يمك علاج بالخارج. مرحله حفر الاوجار تشتغل بالمقبره اسمها وقفه الطباخ. جذر كاف نشوف ورنا ورنا شغلك. جذر ذهب راح يكون مطبخ مو غلط صح. نعم. هلا بالزين. يا هلا. عقب ما خلصنا القعدة. جبل على جبل. سراب يشبون النار. ويضبطون شغل الطباخ. ساكم الله بالخير يا رب. خير يا هلا فيك. هذا تونا احنا حاطين مخيمنا والطباخ الكبير طباخنا. استاذ يوسف. يوسف بن اشكناني. يوسف يطبخ. يوسف يطبخ. خالصين.
خاصه. شلون تجهيزات الطباخ اخ يوسف؟ ان شاء الله نص ذبيحه. هلا بالحبيب. هلا فيك. يلا نص ذبيحه تقريبا. هذا يوسف يطبخ الحين حاليا. لما تسكر تخلص لازم تشيك على هذا. لما يطلع لك هالصوت يعني سليم. الحين توقف له ساعه 4:30 الحين. حلو. اللحم ساعه ونص ساعتين الا ربع جدر الضغط. اختفى واحد منا زين. غلطت هنا. احنا فاقدين هذا بن حسين. مو حاقدين معاه. تقدر تقول ايه. قاعد مصورين لهم اجواءهم الخاصه الحين. قاعد نضبط حق المرق الحين شايف هذا هادر اسمع هذا الماي خله كبه بالجدر مره ثانيه خلني اشغل الحين روح روح فوق هذا ماي اللحم هذا البهارات اللي مساعه شفته بالاول بدايته وخضروات عدله على اساس تطبخ وتذوب داخل جدرنا تشيل اللحم شوي شوي بس لا تبي زود بس كافي. ايه. كاك انت يا فني الحطب بسميك. انت ليه تحطون حطب؟ انا انت ما تعرفين شيء. الله الله. خلك على البحر انت بس. ذبحنا بنار. اي قوعه هذه؟ هذه اي قوعه هذه؟ الربع قاعدين تشبون. خالصين خالصين ما اسمع العموم يقولوا خالصين 1 2 3 خالصين صباحكم الله بالخير اليوم تاريخ 17/1/2014 حمسة التكة حمسة الشبدة الدواي والفهدي شبدة يا هلا هذا خبز خالص بس ما فيها تجربة خالصين نعم معنا هني يوسف يطبخ لكن الحين هو اسمه الهاشتاج الجديد ماله يوسف يقطف وهذه الفكره جتني من اخوي ابو شاهين قال لي قطع حق ابو احمد سوي لك جرين تي هذا فريش ترى من البيضة يعني حلو غرت من الشباب مع الجرين تي ولا بدون الجرين تي؟ والله انا شكلي بشربه مع اليانسون وقاعد اقطع انا مدام انه قاعد يقطع حق ام احمد اقطع حق المدام بعد ترى كفو عليك يستاهل يعني كفو اي والله ساكم على قوة قويك وللحين احنا في روضة خريم ومعانا علي الرشيد هلا ابو علوه يا اخي والله خبر عجيب اي والله ما شاء الله ما شاء الله وهبي شاهين حليم هلا فيك بدك تاكل هذا احنا فيه
لي يا